أستاذ صفدي، هل تتوقع أن تستمر الحرب؟ وماذا يريد الكيان الصهيوني؟ ماذا تريد الولايات المتحدة؟ يعني لم تحقق أي من أهدافها على أرض الواقع. الحرب لن تستمر، ستتوقف، ستنتصر المقاومة الفلسطينية بصمود الشعب الفلسطيني وبصمود المقاومة أول شيء. نعم. لأن الاحتلال استخدم كل وسائل الضغط، الضغط العسكري، القتل والتقتيل، المستشفيات، الجامعات، المساجد، كل ضغط يستخدمه يرتد عليه، استخدم سلاح الجوع ارتد عليه وقصف المطبخ العالمي، بتتذكري، استخدم موضوع عملية رفح وفزاعة رفح، تلقى مقاومة قوية، إذن الحرب ستنتصر فيها المقاومة حتمية، هذا الموضوع، وخاصة الأهداف السياسية غير قابلة للتحقق، لأن وضعها الاحتلال مفعما بنار الغضب والانتقام وليست أهداف واقعية. النقطة الثانية والمهمة اللي أنا بدي أحكي لك إياها، محكمة العدل والجنايات مهمات كثير، أهميتهم ليس فقط بالقبض على نتنياهو، موضوع أن الاحتلال كان دائما يفلت من العقاب، للمرة الأولى تنجح فلسطين وبفعل دول أممية مهمة مثل جنوب أفريقيا التي بادرت من أجل الدفاع عن القضية الفلسطينية، ومثلها الجزائر، ومثلها هاي العراق تنضم، ومصر انضمت أيضا للجنايات إلى العدل الدولية. هذا يبين بأن إسرائيل الآن محرجة جدا، وإسرائيل الآن التي كانت تدعي بأنها مضطهدة ومن هتلر ومن ألمانيا، نعم، الآن تستخدم نفس الاضطهاد وتحاسب وتعاقب.